السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير على أهل الخير. كالعادة أجيب لكم رؤية وأشرح لكم معانيها ورموزها، أفككها أنا وياكم من باب تعليم هذا العلم. تشوفونها قدامكم، هذا أحد الشباب يقول شاف أن أخوه توفى على معصية وأن أمه غضبانة عليه، ويقول إحنا ساكنين في بيت جديد الحين وأخذوه وولعوا فيه النار في بيتنا القديم. طيب، أنا قلت لكم من معاني الوفاة في المنام، قد شرحتها لكم، الموت في المنام أنه يدل على السفر. معنى هذا أنه يسافر، قال على متوفي على معصية، معنى أنه يسافر أمه غير راضية عليه، ما هي راضية عليه. وهذا يبدو من قديم، أنه يعني ساكنين في بيتنا، يقول إحنا ساكنين في جديد والحين هذا في بيتنا القديم، ولعوا فيه، هذا يعني العقوبة أن على معصية، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، الحرمة السوداء في المنام، تفسير الحرمة السوداء في المنام، إذا رؤيت بمنظر يعني غير طيب، منظر بشع، ثائرة الرأس لها رائحة هكذا، فهذا إنما تدل على بلاء، تدل على مرض، تدل على مشاكل، تدل على أذية. تشوفون الحديث قدامكم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن مرأة ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة، يعني اللي هي الجحفة الآن، فأولها النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الوباء اللي كان في ذاك الزمان يخرج، يعني ينتقل من المدينة إلى الجحفة. فالمرأة السوداء في المنام، يعني طيب شلون ناخذ الرموز؟ مرأة سوداء، كلمة السوداء نقدر نشتق منها كلمة السوء، وكذلك سوداء فيها كذلك نشتق منها كلمة الداء، سوداء. إذن المرأة السوداء في المنام صارت ثائرة الرأس أو نتنة الرائحة أو شكلها قبيح، فإنما تدل على وباء، تدل على بلاء، تدل على أذية، قد تدل على يعني شيطان، لأن أساسا اللون الأسود في المنامات ليس يعني جملة، ليس دائما، ولكنه مذموم، اللون الأسود يدل على أذى أو بلاء، لكن ليس بالجملة، وقد قلت لكم شرحت لكم في الألوان. هذا المرأة السوداء، وكذلك يعني المرأة في المنام، المرأة في المنام عاد معانيها كثير، لعلي في يوم ثاني إن شاء الله بإذن الله أتكلم عنها، لكن أتكلم اليوم عن المرأة السوداء بالذات، خاصة إذا كانت مجهولة لها رائحة أو ثائرة الرأس أو ذميمة الوجه أو شيء من هذا، معناها يكون يعني غير محمود، إنما يكون معناها مذموم، والله أعلم.